مبادرة طيبة من أب حنون لأبنائه يساعدهم في يعني مثل ما تقول في السراء وفي الشدة، وقرار أبوي لدعم الأسر البحرينية في هذه الظروف الجانحة وهذه الظروف التي تمر بها بسبب جائحة كورونا. له منا كل الحب والتقدير. مبادرة طيبة من جلالة الملك، أساس أن في شركات صغيرة سواء كبيرة ولا صغيرة راح تتوقف، لأن أمر من الحكومة أن يتوقفون لأن بسبب جائحة كورونا، وإذا توقفوا هاي الشركات ما راح تشتغل. فهاي مبادرة طيبة من جلالة الملك أن يعوض الشركات برواتب حق الموظفين. هاي دعم جلالة الملك لطابع جيد لدعم الرواتب وجهات المتعثرة لتقوية ونمو الاقتصاد في البحرين. تعرف تدفع رواتب 3 شهور يعني شنو؟ يعني المفروض 3 شهور يعني الناس تعقل من غير شيء. ما أبى أو ما رضى إلا يعيشون حياتهم عادية ما تتغير عادية. الله يخلي لنا أبو سلمان. هذه مبادرة من جلالة الملك، مبادرة أبوية حق أبنائه، والمواطنين جدا مرتاحين من هذه المبادرة ومشكورين وعلى رأسنا ما قصرتم. نشكر جلالة الملك على هذا القرار الصائب وندلدل على أبوته وحنانه على المجتمع عامة. نشكر جلالة الملك يعني على هاي القرار، وهذا الشيء يعني واجد يعني جدا يعني فادنا وفاد في نفس الوقت اللي هو الشركات، وفي نفس الوقت احنا المفروض نوقف ويا الحكومة وما نطلع له من البيت، المفروض نكون يعني حق سلامتنا وحق سلامة له البحرين بقدها. تعرف يعني الأشغال بعد توقف، محلات توقف، أكيد هاي الرواتب اللي صرفها جلالة الملك بتساعد المواطنين. نشكره على هاي المبادرة وما يقصر أكيد.